أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية مستمرة دائما معكم على شاشة إكسترا نيوز. ونبدأ من ملف الحرب الروسية الأوكرانية. قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين قتلا وثمانية أصيبوا وستة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب البلاد. وقال الحاكم الإقليمي لأوديسا أن العمل مستمر لإزالة الأنقاض، مضيفا أنه تم إنقاذ الرجل كان في القبو على ما يبدو وقت الهجوم. أعلن حاكم مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا ألكسندر بيغلوف عن حريق وتحطم زجاج نوافذ الشرفات في مبنيين سكنيين بأحد أحياء المدينة، وقال إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وإنه تم إجلاء سكان الشقق المنكوبة، مشيرا إلى أن سبب الحادث لم يتحدد بعد، مؤكدا أن الأولوية الآن هي الحفاظ على حياة وسلامة السكان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس، ونشرت الوزارة فيديو يظهر إطلاق صاروخ يارس المزود برؤوس حربية قابلة للفصل من قاعدة بليسيستسك الفضائية في شمال غرب روسيا، حيث نجح الصاروخ في إصابة الهدف في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا. ومشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في موسكو، وأشار بالارتياح إلى أن البيان الختامي التي وقعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية ينص هذا البيان على إعادة منصة منظمة التحرير الفلسطيني، وعلينا أن ندرس بشكل عميق هذه البيانات، ونعتقد أنها خطوة إيجابية. هذا يعني أن الفلسطينيين يمكنهم أن يحلوا مشاكل بأنفسهم دون اعتماد على آخر، وسوف نستمر في تقديم المساعدات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وليس من باب التظاهر أننا نحترمها. تحدث نيكول باشنيان، تحدث باشنيان عن إيقاف أعلن رئيس الوزراء الأرماني تجميد مشاركتهم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ما تعليقهم على ذلك؟ هل كتبوا لكم هذا بالضبط لكي تقرأوها؟ أنا تحدثت عن الوضع في جنوب الكاوكاس، ونأسف من قرار القيادة الأرمنية
لاتباع مسار لتقويض وللتدهور على العلاقات بين أرمينيا وروسيا واتهام روسيا في كل ما جرى في منطقة كاراباخ. لا يتصرف حلفاء كذلك. وأحد الاتهامات يكمن في الاستنتاجات التي ذكرتها مؤخرا أن روسيا دفعت أذربيجان لبداية الحرب في سبتمبر 2020. إنها تقييمات غير صحيحة لأن روسيا قامت بوقف الحرب ووقفت روسيا الحرب قبل استيلاء أذربيجان على مناطق جديدة، ولكن نيكول باشينيان قال آنذاك رغم جهود الرئيس بوتين أنهم سوف يحاربون حتى النهاية، وكان هناك خيارات أمام أرمينيا لوقف الحرب. مشاهدينا الكرام، كنا نتابع جانب من مؤتمر لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك مؤشرات على أن الغرب يسعى لحل عسكري للوضع في أوكرانيا. وقال لافروف في حديثه لوسائل الإعلام عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن روسيا لم تتلق أي مقترحات جادة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا منذ اجتماع اسطنبول عام 2022. نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات البلاد. وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الصناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزعم الأمريكية بشكل قاطع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على 3 بلدات أوكرانية في اتجاه أفيديفكا. وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه في اتجاه أفيديفكا حررت وحدات القوات الروسية 3 بلدات في دونيتسك، ووصلت التقدم في الاتجاه الغربي. وأشار البيان إلى أنه على مدار أسبوع في هذا الاتجاه فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 2600 جندي و23 دبابة، منها أبرامز أمريكية الصنع و45 مركبة قتالية مدرعة و83 مركبة، بالإضافة إلى 26 مدفعا ميدانيا. للمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك دكتور أحمد إلى هذه التغطية. بداية بعد التحية، يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث سابقا عن أهداف العملية العسكرية وأنها يعني يستطيع أن يحدد أهدافها المرجوة. برأيك هل وصلنا إلى الأهداف المرجوة من هذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، برأيك ما هو المستقبل في هذا الصراع؟ وإذا كانت الإجابة لا، هل يمكن الاتجاه نحو التسوية السلمية برأيك؟
تحياتي لك حبيبة ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أننا نستطيع أن نقول أن اللا حسم العسكري واللا حسم السياسي هو المسيطر على الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية بعد عامين على هذه الحرب. يعني صحيح أن روسيا تقدمت وحققت كثير من أهدافها، سيطرت على أكثر من 80 أو 85% من شرق أوكرانيا بما يمثل 20% من مساحة البلاد، خاصة في الأقاليم الأربعة جمهوريتي دونيسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخرسون، لكن ما تزال هناك يعني وجود أوكراني في هذه المنطقة خصوصا في خرسون وفي دونيسك أيضا. وبالتالي لا أوكرانيا استطاعت أن تحرر الأراضي التي سيطرت على روسيا من ناحية رغم الهجوم الصيف الأول الهجوم المضاد وفشل في ذلك، ولا روسيا أيضا سيطرت بشكل كامل، لكن على الأقل روسيا تعتبر أن الهدف الأساسي من العملية هو طبعا ما تعتبره دعم سكان دونباس من الأصول الروسية، حماية أمنها القومي ومنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وبالتالي شرقا. لكن الغرب حقيقة وتزويده لأوكرانيا بالأسلحة أكثر من 170 مليار دولار من الأسلحة النوعية، صواريخ، دبابات متنوعة، طائرات F-16 ومتنوعة أيضا وأسلحة هجومية، كلها لم تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا، ولكنها فقط يعني نجحت في أنها توقف أو تبطئ من التقدم الروسي. وبالتالي وجدنا أمام حالة من الحسم العسكري، الأوضاع كما هي، هناك حالة من القر والفار، لكن على الأقل ما تزال الغلبة العسكرية هي لروسيا. أن الدعم العسكري غير المسبوق والدعم النوعي للغرب لم يساعد أوكرانيا في قلب موازين القوى لصالحها، وبالتالي لم نصل إلى تحقيق الأهداف العملية. هذا يعني أن الشق الثاني من سؤالك هو هل سنتجه لتسوية سياسية؟ أعتقد أيضا أن الحسم السياسي سيظل مسيطرا لأن لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو تقارب في موازين القوى، يعني لن يستطيع الطرف أن يقضي أو يعني يتمام على الطرف الآخر أو يحقق الانتصار الكامل. الأمر الثاني أن الغرب حقيقة وعلى رأس أمريكا هو ما يزال يراهن على الخيار العسكري، لا يريد التسوية السياسية، ولذلك الرئيس زيلينسكي الروسي الأوكراني هو طرح شروط تعجيزية لأي تسوية سياسية. يعني قدم مبادرة في مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 وطالب بأن تنسحب روسيا بشكل كامل من الشرق وأن يكون تدفع تعويضات وأن يتم محاكمة المسؤولين الروس، وبالتالي اعتبرت روسيا شروط تعجيزية. كما أن الغرب أيضا وأوكرانيا تشددوا في التعامل مع المبادرات التي قدمت مختلفة، رأينا المبادرة الصينية، رأينا هناك أيضا جهود تركية، رأينا أيضا المبادرة العربية والأفريقية ووفد جماعة الدول العربية والوفد. لو تسمح لي دكتور أحمد، يعني برأي حضرتك موقف الأمريكي تجاه هذه الحرب الروسية الأوكرانية، برأيك ما هو الموقف الأمريكي تجاه هذا الصراع؟ في الواقع حبيبي أن الموقف الأمريكي في اعتقادي يعني هو في ظاهره الدفاع عن أوكرانيا، وقف صد ما يسمى التدخل العسكري، الدفاع عن الديمقراطية، هي في ظاهرها، لكن في باطنها حقيقة المواقف الأمريكية والهدف الأمريكية هو العمل على استنزاف روسيا في أوكرانيا، لأن هذا جزء من الصراع الاستراتيجي بين أمريكا وبين القوى الكبرى في النظام الدولي خاصة روسيا والصين، بمعنى تحجيم صعود روسيا بعد أن كانت يعني استعرضت على قتال اقتصادية وهو يحاول استنزافها اقتصاديا وعسكريا وبشريا في أوكرانيا. فرضت أمريكا والدول الغربية عقوبات غير مسبوقة، أكثر من 500 عقوبة على روسيا، طالت تقريبا كل أوجه الاقتصاد، القطاع الطاقة والمصارف، وأيضا أمريكا تحاول استخدام ما يسمى الفزاعة الروسية الروسوفوبيا لتخويف أوروبا ويعني إظهار أن روسيا تمثل تهديد للدول الأوروبية. وبالتالي العمل من ناحية تفعيل حلم في الناتو، إدخال الدول الأوروبية في المظلة الأمنية الأمريكية، تنشيط مبيعات الأسلحة الأمريكية، وهذا ما انعكس بالفعل. دول أوروبا الآن وألمانيا وغيرها يعني زادوا النفقاتهم العسكرية من استيراد الأسلحة الأمريكية، وبالتالي حققت أمريكا أهداف استراتيجية وأيضا أهداف اقتصادية في إحلال الغاز الأمريكي الصخري مكان الغاز الروسي. وبالتالي أمريكا موقفها لا تريد استمرار حالة لا حسم السلم العسكري والسياسي، تريد استنزاف روسيا، تريد تحقيق وهي الرابح الأكبر من الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية سواء في الناحية الاقتصادية أو الناحية الاستراتيجية. بينما أوروبا التي تماهت وتمادت وانجرفت وثارت خلف أمريكا دفعت الثمن باهظ، لأن العقوبات التي فرضها روسيا ارتدت عكسا على أوروبا، ارتفعت أسعار الطاقة، مشكلات اقتصادية، التضخم غيرها، أيضا أدت إلى عسكرة أوروبا خصوصا شرق أوروبا. وبالتالي الموقف الأمريكي هو مع العسكرة، لا يريد تسوية سياسية، لأنه حتى يضغط على الرئيس زيلينسكي في التشدد في ما يتعلق بالمطالب السياسية، والمفترض أن أي تسوية تكون وفقا لموازين القوى على الأرض،
وان هناك تفاوض، هناك مقايضه، هناك تنازلات، لكن تشدد اوكرانيا ومنورها الغرب هو ما اثار الازمه، وبالتالي تداعيات الازمه ليس فقط على طرفيها روسيا واوكرانيا، وانما على العالم كله، دول اوروبا وايضا دول العالم، خاصه في امن الغذائي، واحنا في الشرق الاوسط تضررنا من استمرار هذه الحرب مع يعني ارتفاع سلاسل الامداد وتكاليف الشحن وغيرها وارتفاع اسعار الغذاء عالميا. كل هذا ادى لان الازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه كانت من المحطات المهمه والازمات الكبرى التي لها تداعيات سلبيه على العالم كله، خاصه جاءت بعد ازمه او يعني ازمه او كارثه كورونا والتي اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي. وبالتالي الحرب الروسيه الاوكرانيه هي جزء من الصراع الاستراتيجي. امريكا المحرك الاساسي ومن اهل الغرب لا يريد تسويه، يريد استمرار امد الازمه سواء عسكريا او من الناحيه الاقتصاديه، وبالتالي تحقيق اهداف من وراء هذه الحرب. نعم دكتور احمد، لو هننتقل بالحديث عن اوكرانيا، هل برايك الجانب الاوكراني حقق اي مكاسب من خلال هذه الحرب؟ في الواقع حبيبة بجملة واحدة، يعني لا نقول أنه لم يحقق أي أهداف جوهرية. يعني ما يتعلق بمثلا بإطلاق الهجوم الصيف المضاد الذي تأخر، كنا نتكلم عن هجوم الربيع لكنه تأخر رغم الدعم العسكري الغربي، يعني 170 مليار دولار مبلغ كبير، إلا أن أوكرانيا خسرت أولا على بلغة الأرقام هناك أكثر من 6 ملايين أوكراني هاجروا البلاد ونزحوا منها سواء في الداخل أو خارج البلاد، وبالتالي فقدت الدولة يعني جزء كبير من قوتها البشرية. الأمر الثاني أيضا، الرئيس زيلنسكي اعترف منذ أيام أنه قد يعني قتل أكثر من 31 ألف جندي أوكراني، اضافة طبعا إلى عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المصابين، وبالتالي أيضا أثر على القوة البشرية. أوكرانيا خسرت أكثر ما يقارب من 20% من مساحتها في الشرق أوكرانيا، ايضا هناك ايضا بلغه الاقتصاد تدهور الاقتصاد الاوكراني، وبالتالي هناك مشكلات كثيره وخسرت اوكرانيا كثيره. وانا في اعتقادي ان اوكرانيا يعني لم تكن لديها الحكمه فيما يتعلق بمعادات روسيا، يعني انا اعتقادي كان عليها ان تكون هناك او مصلحتها ان تكون لديها علاقات جوار حسن مع روسيا ولا تتماهى من وراء الغرب وامريكا الذي استخدم اوكرانيا كورقه في صراع الاستراتيجي مع روسيا، وبالتالي دفعت اوكرانيا الثمن ومن ورائها دفعت اوروبا والعالم ثمن هذه العسكرة وهذا الاندفاع والإصرار على التمدد شرقا، وبالتالي يعني الاستفزاز أو الاحتكاك بروسيا وما أدى إلى اندلاع هذه الأزمة التي هي مستمرة على الأقل لهذا العام دون أن يكون هناك حسم واضح عسكري أو سياسي. طيب دكتور أحمد، يعني أخيرا برأيك، هل يعني ما الذي يمكن أن تتخلى عنه أوكرانيا أو ما الذي لا يمكن أن تتخلى عنه أوكرانيا في هذا الوقت تحديدا؟ يعني في الواقع حبيبي هذا السؤال مهم، ويعني هو سؤال صعب ايضا. يعني اوكرانيا هي طبعا لا تستطيع ان تتخلى عن اراضيها، يتكلم عن فكره وحده اوكرانيا وسيادتها، ولا تستطيع ان تقبل بالتخلي عن 20% من مساحتها. لكن انا في اعتقادي ايضا ما يمكن ان تتخلى عنه هو يعني يكون هناك يعني ضمانات، مثلا تتخلى عن انضمام لحلف الناتو او اي خطوات قد تؤدي الى يعني استمرار الصراع الاستراتيجي مع روسيا. عليها ان تراعي الامن القومي الروسي، عليها ايضا ان توازن في علاقاتها ما بين الشرق والغرب والا تكون يعني جزء في راس الحرب من الجانب الغربي والامريكي في ما يتعلق بالصراع مع روسيا. وبالتالي اوكرانيا في وضع صعب، اوكرانيا موازين القوى على الارض اللي تفرض والتسويات السياسيه. انا في اعتقادي في المقابل ايضا روسيا لديها خطوط حمراء فيما يتعلق ب يعني رفض التخلي عن الاقاليم الاربعه في الشرق، باعتبار اصلا انها جزء كما تقول روسيا جزء من الاراضي الروسيه، ونحن راينا في الانتخابات الحاليه الرئيس بوتين شملت الاراضي في شرق اوكرانيا، وبالتالي روسيا تعتبر هذا جزء من الامن القومي لها ولم تفرط في هذا الامر. هنا بالتالي هنا الصعوبه فيما يتعلق بالخطين الاحمرين المتعارضين لاوكرانيا وروسيا فيما يتعلق بالسيطره وعلى هذه الاقاليم الاربعه، لكن ما دون ذلك يمكن ان تقدم روسيا ايضا تنازلات يعني في مقابل سوء الضمانات بعدم انضمام اوكرانيا لحلف الناتو او نشر صواريخ استراتيجيه للحلف في اوكرانيا. ايضا اوكرانيا يمكن ان تقدم تنازلات ايضا في المقابل، لكن انا في اعتقادي تظل قضيه الارض والاقاليم الاربعه هي النقطه الجوهريه، واعتقد ان الذي سيحسم هذا الامر في نهايه المطاف هو موازين القوى على الارض الواقع، خاصه ان راينا ان روسيا سيطرت على اقليم القرم في 2014 و14 لم تستطع اوكرانيا حتى الان استعداداته، وبالتالي هناك تنازع من الناحيه القانونيه حول حقيقه ومن له الحق في هذه الاراضي. روسيا تقول انها يعني جزء من اراضيها وسيادتها، وان معظم سكان الشرق هم من اصول روسيه، وانها تدخلت لحمايتهم من مسماتهم النازيه الجديده في اوكرانيا. اوكرانيا تعتبر ان هذا جزء من سيادتها، وبالتالي هذا الموقف الصعب نقول ان الحل سيبقى مفتوحا وتطلع حاله الحسم هي مستمره على الاقل في المدى المنظور.
نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد كبير العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا أنه يعترض على تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من تراز توروس، وقال شولتس في سبب اعتراضه إنه إذا لم تتم برمجة الصواريخ بشكل صحيح فإنها يمكن أن تصل إلى أهداف موسكو. بالإضافة إلى ذلك أكد المستشار الألماني أنه سيكون من الضروري إرسال أفراد عسكريين ألمان إلى أوكرانيا، وذلك لضمان السيطرة على استخدام تلك الصواريخ، منوها بأنه يمكن استبعاد ذلك أيضا. وتواجه ألمانيا تحديات لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من تراز توروس التي تتمتع بقدرة على ضرب الأهداف ذات القيمة العالية، وأيضا تدمير المخابئ المحصنة وضرب مراكز القيادات والمطارات والمخازن. المزيد عن تلك الصواريخ الألمانية نتابعه في هذا العرض. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال باقي هذه التغطية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. اختتم مؤتمر رفيع المستوى لمنظمة التجارة العالمية من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والصيد البحرية، وذلك وفق ما أعلن رئيس المؤتمر، وتم تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. تستضيف الجزائر القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تناقش القمة ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة. تضافر الجهود بين الدول المنتجة للطاقة وأيضا الدول المستهلكة للطاقة، يعني ماشي في طريق لكي يطور هذا الاستعمال بعقلانية، وتكون يعني لأنه طاقة الغاز من أفضل أنواع الطاقة المتجددة لحد الآن الموجودة لحد الآن، فلا طاقة اليورانيوم ولا طاقة البترول ولا طاقة الفحم الحجري ولا طاقات أخرى التي لا تكفي لتسديد الحاجيات والنمو المتسارع
لاستهلاك لهذه الطاقة. يعتقد أنه إضافة إلى الرهان الجيو استراتيجي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، هناك رهان آخر تسعى هذه الدول إلى كسبه، وهو رهان التكنولوجيا، على اعتبار أن الحديث على سلاسل الإمداد والتموين وحتى الاستثمار في هذه المادة الحيوية تحتاج إلى تحكم وتطوير القدرات في هذا السياق، وهذا من جانب. من جانب آخر فيه نقطة مهمة، وهي مسألة الحديث على التغيرات المناخية وما يرتبط باستعمال الطاقات الأحفورية، واعتقد أن ما يتسم به الغاز كمادة حيوية من مميزات تجعل منه طاقة أقل يعني ربما تلويثا للبيئة، وتجعل أيضا اليوم الدول المشاركة في المنتدى السابع من خلال تدشينها لمركز أبحاث حول الغاز تؤكد على أنها تراعي مثل هذه التفاصيل. إذن للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة الزميلة ميرفت المليجي موفدة إكسترا نيوز. أهلا بك ميرفت، يعني بعد التحية تفاصيل أكثر لديك وما المستجدات الآن؟ تفضلي. أهلا بك حبيبة، وأهلا بكل سادة مشاهدي إكسترا نيوز. كما كان في مداخلة سابقة سأضع لك أضعك في الصورة مبدئيا حول هذا المؤتمر، وهي القمة السابعة للدول منتدى الدول المصدرة للغاز، وعدد هذه الدول هو 12 دولة وسبع دول مراقبة. بالأمس فقط تم ضم دولتين جديدتين هما موريتانيا والسنغال إلى عضوية هذا المنتدى. اليوم فعاليات المنتدى على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في هذا المنتدى. يمكن استمعنا منذ قليل أو وأنا أتحدث إليك الآن حبيبة، القمة منعقدة بالفعل وهناك عدد كبير من كلمات الرؤساء الحاضرين في هذا المؤتمر، وكان هناك بالطبع كلمة مصر على لسان وزير البترول المهندس طارق الملا، والذي تطرق في الحقيقة إلى أمور هامة جدا والتحديات الهامة التي يواجهها قطاع الطاقة وخاصة قطاع الغاز. وربما كل المشاركين في هذه القمة أكدوا على هذه النقطة، أن هناك تحديات كبيرة في هذا الوقت الدقيق وبالغ الدقة الذي يشهده العالم من تغيرات كبيرة جدا في توزيعات خريطة الطاقة حول العالم وتحديدا الغاز. كلمة وزير البترول طارق الملا تحدثت عن التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحديدا تحدي التغيرات المناخية والتي يتحدث عنها العالم ويهتم بها العالم في الأونة الأخيرة، وكيفية التحول إلى الطاقات منخفضة الانبعاثات الكربونية. ومصر كانت رائدة في هذا المجال بشكل كبير، وبالتالي نجحت من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ إلى التأكيد على سياستها وتوجهها وبدئها بالفعل في انتهاج سياسات من شأنها استعمال أو تحول العادل والشامل إلى النوع الجديد من الطاقات النظيفة، والغاز بالفعل من ضمن هذه الطاقات. وطبعا تحدث عن أن كافة المنظمات الدولية أكدت أنه لا غنى في الفترة القادمة عن الاستغناء عن الطاقات الأحفورية جنبا إلى جنب بجانب الطاقات النظيفة، ولكن لابد من دخول استثمارات تكنولوجية جديدة تكون قادرة على التخلص من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما بالطبع في قطاع طاقة الغاز. يعني بالطبع كل المشاركين في هذه القمة أكدوا على هذا التحدي تحديدا، وهو فكرة التحول إلى الطاقة النظيفة مع يعني محاولة تطويع الغاز تحديدا إلى أن يكون طاقة نظيفة خالية من أي انبعاثات كربونية. طبعا هناك تحديات أخرى تتحدث أو يعني تشير إلى وجود طلب كبير في الفترة القادمة على قطاع الطاقة نظرا للتنامي الكبير في الطلب في السنوات القادمة، وده طبعا وفقا لمؤشرات
دولية. أيضا فكرة استقرار سوق الطاقة من الأمور الهامة التي تم مناقشتها اليوم في الاجتماعات، وأيضا الحفاظ على حقوق المنتجين وأيضا المستهلكين والدول المستهلكة. نتحدث عن تغيرات جيوسياسية كبيرة يشهدها العالم، وهو ما تبعه بطبيعة الأمر تغيرات في مراكز القوى فيما يتعلق بالطاقة، فبالتالي دخول الطاقة في كسلاح جديد في القرارات واتخاذ عديد من القرارات أصبح أمر يؤخذ في الاعتبار، وبالتالي على يتعين على الدول المصدرة للغاز أن تأخذ هذه النقطة في الاعتبار، ومراعاة الشعوب التي لديها شح في أو عدم وفرة في إنتاج الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي. يعني كما ذكرت لك حبيبة، يعني الدول المشاركة في هذه القمة جميعهم اتحدوا على ضرورة وجود إرادة سياسية في المرحلة المقبلة حتى يكونوا قادرين على مواجهة هذه التحديات الجمة. طبعا تحدثوا عن ضرورة وجود استثمارات تكنولوجية وتمويل مالي كبير حتى يمكنهم التحول إلى الطاقة النظيفة. طبعا مصر أو تم الإشارة إلى أن مصر من الدول التي استطاعت استخدام التكنولوجيا بالفعل في التحول أو استخلاص الكربون أو استخراج الكربون من الغاز، وبالتالي هي تجربة يمكن الاستعانة بها لدى الدول الأخرى لفكرة تصنيع الغاز وليس فقط فكرة الإنتاج وتصدير الغاز. طبعا الدول الحاضرة هنا في القمة مجتمعة تمثل حوالي 72% من احتياطي العالم من الغاز، وهو ما جعل لها قوة كبيرة في عالم أو سوق الغاز، وبالتالي هذه الدول يتعين عليها سريعا كما ذكر أغلب الحاضرين أنها تدرك أهمية هذا السلاح الهام وهذا العنصر الهام من الطاقة، وأنه الوحيد من الطاقات الأحفورية الذي يمكن تطويعه في السنوات القادمة ليتماشى مع خطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوجه العالم بشكل عام إلى فكرة التحول إلى الطاقات الجديدة والمتجددة. بالطبع مخرجات هذا المؤتمر اليوم سيتم العمل عليها في السنوات القادمة وسيتم الإفصاح عنها في نهاية هذه القمة، ولكن كما ذكرت لك يعني هناك توافق كبير جدا بين كافة الدول الأعضاء وفي كافة الكلمات التي ذكرت على ضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية، يكون تعاون وتكامل وتنسيق بين الدول الأعضاء في هذه القمة حتى يكون مصدر قوة، وأيضا أن يكون المنطقة بشكل عام، نحن نتحدث عن دول أعضاء، يمكن أغلبية دول الأعضاء في هذا المؤتمر هم من دول أفريقية وأسيا وأيضا هناك دول من أمريكا الجنوبية، ولكن الأكثر والغالبية متمركزة هنا في منطقتنا، فبالتالي الدعوة إلى التنسيق والتكامل بين هذه الدول سيعطي ويضيف أن تصبح هذه المنطقة هي ترانزيت كما جاء على لسان بعض الكلمات أنها تكون ترانزيت للدول المستهلكة. خليني برضو حبيبة أشير لك أن على مدار اليومين السابقين في خلال لقاءاتنا مع المختصين ومختصين الطاقة كان هناك الحديث عن أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن الكثير من النقاط، أهمها أن الطاقة وتحديدا قطاع طاقة الغاز من العوامل الهامة جدا جدا جدا، ويمكن لما تم فرض قيود على استيراد أو توريد لأوروبا الغاز الروسي بان هنا عجز هذه الدول أو أزمة هذه الدول، وما لجأت في بعض الدول إلى الوقود الأحفوري الضار جدا بالبيئة والاستغناء عن ما كان يطالب به من التحول إلى الطاقة النظيفة. إذن نحن أمام سوق كبير جدا يحتاج إلى أقرب سوق له، ولكن تبقى التكنولوجيا هي العائق الكبير أمام دولنا لتصدير هذا الغاز، ويعني ملء الفراغ الذي تركته روسيا في القارة الأوروبية، وهي بالطبع ستكون التحدي الأكبر والأهم لدى الدول المصدرة للغاز في الفترة القادمة. وبالفعل الدول هنا المجتمعة اتفقت على أنه لابد من دخول التكنولوجيا سريعا إلى هذه الدول حتى يمكنها أن تستعوض هذا الفراغ التي تركته روسيا. وبالطبع أيضا كان هناك الحديث عن أن الغاز أثبت قدرته على
الانتقال السريع على الرغم من الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أنه كان قادرا على العبور إلى عبر القارات سواء يعني من خلال السفن المتنقلة أو من خلال الأنابيب، ولذلك لم تتضرر تجارة الغاز أو نقل الغاز كثيرا بهذه التوترات الجيوسياسية. إذن سيبقى الغاز بالفعل من مصادر الطاقة الهامة جدا في المنطقة العربية، ولكن فقط يتعين على الدول التنسيق والتعاون فيما بينها في الفترة القادمة، وهو الذي أعتقد أن هذه القمة ستخرج به والتأكيد عليه في نهاية انعقادها. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. نعم. الزميلة ميرفت المليجي موفدة إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل، حدثتنا مباشرة من الجزائر، شكرا لك. قال اتحاد التنسيق الريفي الفرنسي إن المزارعين احتجوا بالقرب من قوس النصر الشهير في باريس، مؤكدين أن الإجراء يهدف إلى إنقاذ الزراعة الفرنسية. ويحتج المزارعون في جميع أنحاء القارة الأوروبية منذ أسابيع بسبب ما وصفوا بقواعد بيئية مفرطة التقييد ومنافسة الواردات الرخيصة من خارج الاتحاد الأوروبي وانخفاض الدخل. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها الحكومة البرتغالية بقيمة 350 مليون يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز التحول نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الضارة، وذلك بما يتماشى مع الخطة الصناعية للصفقة الأوروبية الخضراء. وذكرت المفوضية في بيان أن الموافقة على الخطة جاءت في إطار قوانين المساعدة الحكومية المؤقتة لأزمات والانتقال لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن اهتمام الولايات المتحدة الشديد بتعميق العلاقات مع تشيلي المنتج الرئيسي للنحاس والليثيوم، حيث يعمل كلا الحليفين على معالجة تغير المناخ وتسريع تحول الطاقة. وأضافت أن تشيلي لها دور حاسم تلعب في سلاسل التوريد التي ستعزز انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن هناك مجالا كبيرا أمام البلدين للعمل معا في سياق المنتديات متعددة الأطراف. كما أكد الرئيس الأرجنتيني أنه سيجري حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة في البلاد بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا. وقال الرئيس الأرجنتيني إنه مع دعم القادة السياسيين أو دونه وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية، فإنه عازم على تغيير الأوضاع الاقتصادية في البلاد. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة. استشهد أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30,320 شهيدا و71,000
و 533 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف كدولة هامشية ضعيفة لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة. وأوضحت الوزارة في بيان أن تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وأنه لا يوجد مبرر لتصرفاتهم. انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في مقابلة مع صحيفة ليوموند السلطات الإسرائيلية، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال سيجورني إنه من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة هي إسرائيلية، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها، ويتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها. دعت بريطانيا إلى تحقيق عاجل ومحاسبة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في شمال غزة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات كان مروعا. وشدد كاميرون على إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، ودعا سلطات الاحتلال إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية. قالت الخارجية البرازيلية إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما أكدت الخارجية أن الوقت قد حان لمنع المزيد من المذابح، ويجب على المجتمع الدولي الدعوة إلى وقفها وتجنب ارتكاب فظائع جديدة. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية الإخبارية. كنت معكم أنا حبيبة عمر، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.